مزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. دليل. رائد، اليورو يهوي ويقترب من تقريبا من معادلة الدولار، ما الذي يجري؟ طبعا مستويات الباريتي كانت في المنظار منذ حوالي تقريبا اسبوعين او ثلاث اسابيع سابقه، ضغط شديد على اليورو بنتيجه قوه الدولار الامريكي وانهيار اليورو نتيجه انه ما في عندنا اي تشديد في السياسه النقديه في منطقه العمله الموحده، وفي المقابل هناك تشديد ورفع لاسعار الفائده في معظم البنوك المركزيه حول العالم. هذه الفجوه طبعا سببها ابقاء السياسه التحفيزيه، لانه انا في عندي ركود تضخمي، هذا الركود التضخمي موجود في أوروبا بنتيجة ارتفاع أسعار الوقود وأثر الأزمة التوترات الجيوسياسية الأوكرانية الروسية على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام. هذا ضغط أكثر على اليورو، وأعتقد سيستمر هذا الضغط لمستويات أدنى من الباريتي أو مستويات التكافؤ، وممكن مستويات الدعم الأولى التي يشهدها اليورو هي عند مستويات تقريبا 95، وهي بعيدة جدا 500 نقطة في يعني ألن نرى تحركات أقوى من ذلك للمركزي مثلا، يعني محاولات جاهدة للمركزيات حول العالم؟ أعتقد سوف لن يركز كثيرا المركز الأوروبي على عملية تسعير اليورو بقدر ما يكون في عنا مجابهة للضغوط التضخمية وإيجاد حل للتوترات الجيوسياسية التي تضغط بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي. مؤشر زد إي دبليو اللي صدر من ألمانيا يظهر عزوف المستثمرين وتراجع ثقة المستثمرين إجمالا في الأسواق الأوروبية، وهذا مرده أنه حاجة ضرورية إلى مزيد من السياسات التحفيزية حتى يعود شعور الثقة من قبل المستثمرين مرة أخرى. رائد، هل سيشهد العالم ركودا جديدا؟ أعتقد نحن فنيا أو بالأرقام نحن دخلنا بالركود الاقتصادي، الركود الاقتصادي ربعين متتاليين انكماش، نحن في ركود، ومعظم الاقتصادات أعلنت أو أظهرت بياناتها أنه في عنا ركود تعيشه الأسواق، وهذا الركود الستاغفليشن أو الركود التضخمي. هذا سببه أنه في عنا انقلاب سريع في السياسة النقدية ورفع متسارع في أسعار الفائدة، وذلك لتجنب التضخم المرتفع، وأيضا في نفس الوقت ارتفاع التكاليف الأول منها تكاليف الطاقة. أعتقد هذا يدخلنا بركود أكثر عمق ممكن يستمر معنا للعامين القادمين. طيب رائد، أوبك تتوقع يعني الطلب أو تترك توقعات نمو الطلب هذا العام دون تغيير، هذا رغم أن هناك مخاوف تصدر يعني صحيح بالفترة الأخيرة من الطلب أو نمو الطلب، ما التوقع؟ أكدت أنه النمو ب 3,400,000 هذا هو المتوقع في الطلب. أعتقد أتوافق بشكل كبير جدا، لأنه الضغوط التضخمية تغير من العادات الاستهلاكية للأشخاص أو للمستهلكين إجمالا، وذلك يقلل الاستهلاك ويحد من الطلب في نفس الوقت. كذلك الأمر بقاء التضخم عند هذه المستويات سوف يضغط على المشروعات وعلى المشاريع التجارية إجمالا بأنه يكون في عنا استهلاك أقل أو طلب أقل، هذا يضغط ضمنيا على أسعار النفط. وأعتقد أوبك بلس تتوقع مسبقا أنه سلاسل التوريد سوف تعود مرة أخرى، وبالتالي إمكانية الإنتاج سوف تتزايد في الفترة القادمة، وعلى أثر ذلك أبقت على توقعات نمو الطلب، ولكن هذا لا يؤثر من إمكانية رفع الإنتاج من قبل أوبك بلس في الفترة القادمة إذا سنحت الفرصة. حتى لو شهدنا قيود من الصين أو إغلاقات وقيود تفرضها الصين، أعتقد يعني بدأ التعامل مع أزمة كورونا والإغلاقات الاقتصادية يصبح أقل بشكل كبير جدا، والصين تمكنت من فرض الرسالة بشكل واضح أنه هي تسعى إلى زيرو كيس أو ما يكون عندها حالات أبدا، ولكن الضرر الاقتصادي المتأتي كبير جدا على الاقتصاد الصيني وعلى الاقتصاد العالمي ككل. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا دليل.